لكل المشاهدين لعالم الصباح، مثل ما وعدناكم بدي اتمنى للجميع ميلاد مجيد. وعدناكم نكون موجودين بمختلف المناطق اللبنانيه، واليوم نحن على الوعد موجودين قدام كنيسه السيده بساحه مغروشه مع بابا نويل. راح يكون في كثير هدايا نوزعها على كل اللي راح يكونوا موجودين كبار صغار. بدي اقول انه البدايه اليوم من مغدوشه، انما من بعدها رح نكون موجودين بعدد من المناطق اللبنانيه، من علي، من سوق الزلقه، من الجبال، من مار الليس، لحتى نختم سوا ب 24 اكيد، ونكون بالعيد قبل ما يوصل العيد فعليا. الهدايا كتار كتار كتار، اكثر حتى من يلي شايفينهم حدنا اليوم على الطاوله واللي حملهم بابا نويل. الاولاد والصغار كلهم رح بيكونوا مشتركين. بدي صبح بالخير جوزيف وهانيا يلي رح بيكونوا معنا بالاستوديو. صباح الخير جوزيف، صباح الخير هانيا. صباح الخير غادة. اكيد انا بدي صبحك بالخير، صبح كل اهالي جنوب لبنان واهالي منطقه مغدوشي يلي رح نعيد نحن وليهم ونبلش فرحه العيد عبر برنامج عالم الصباح يلي رح بيجول مثل ما قلتي كل المناطق اللبنانيه من هلا لغايه 24 كانون الاول. هانيا صباح الخير. صباح الخير جوزيف، صباح الخير غاده، ان شاء الله يكون صباح الخير حلو عندك. مرسي عجقة، هلا بتشوفوا قديش كلهم موجودين. بدي ادعي الكل 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 من مغدوشة واللي قادرين يوصلوا حتى من الجوار انهم ينضموا لنا من هلا لغاية الساعة واحدة. الهدايا عندنا كتار، تقديمة محلات افتيم، ان اف، نيمت، دماس، عندنا مجوهرات لانه عندنا كمان اليوم رح بيكون في معنا مسابقات، تقديمة كمان محلات حتى ما ننسى حدا، افتيم مثل ما ذكرت، عندنا اركوس، وعندنا كمان تذكارشوب.com. الهدايا رح بيكونوا منوعين مثل ما ذكرت للكبار وللصغار، هن هدايا كثير قيمه. بالاضافه الى المسابقه حتى اللي موجودين يلي قادرين نحكي نحن وياهم يخبرونا عن مغدوشه ومين هن وشو بيعملوا وقديش فرحانين بالعيد، كمان هن رح يطلع لهم كثير من الهدايا. ميلاد والشيف شادي رح بينضموا لإلي بعد شوي، فاذا كونوا كتار اذا كنتوا عم تسمعونا بمغدوشه والجوار وانضموا لنا قدام ساحه الكنيسه. خلونا نشوف سوا شو هن الهدايا بشكل مفصل اكثر. نتشكر كل يلي شاركوا معنا فرحة العيد بعالم الصباح، وكمان نزرع الفرحة والابتسامة على وجوه أطفالنا وأهاليهم بكل المناطق اللبنانية بهالجولة يلي رح بتكون طويلة من هلا ل 24 الشهر يوميا بمنطقة مختلفة عن التاني. بكرة رح نكون بمنطقة علي، كمان بعالم الصباح وببيروت وبجبيل، ووصولا لعيد الميلاد المجيد يلي هو رمزه الفرحة والابتسامة والضحكة، وإن شاء الله ما يبقى حدا ما تمرق عليها الفرحة خلال فترة الأعياد. طبعا أنا كمان وصلت سؤالي عبر صفحة الفيسبوك إنه شو هي الفرحة الكبيرة بالنسبة لكم بالعيد. بتمنى نتواصل أنا وياكم عبر الفيسبوك، عبر تويتر، عبر الإيميل، وتشوفوا كل فقراتنا وبرامج تلفزيون المستقبل على futuretvnetwork.com. ما تنسوا أنه نحن مستمرين معكم لغاية الساعة واحدة، رح نضل ننقل بين استوديو ضيوفنا هون وبين أجواء العيد مع غادة بمنطقة مغدوشة بجنوب لبنان. وتحية لكل أهالي مغدوشة والمناطق المجاورة ولأهالي جنوب لبنان، بتمنى أنه تشاركونا الفرحة من وين ما كنتوا وتتوجهوا على منطقة مغدوشة يلي عم بتعيد اليوم مع عالم الصباح أجواء الميلاد. صباح الخير عن جديد هانيا. صباح الخير جوزيف، وكمان رح نحضر سوا اكيد اشياء خاصه بالعيد. اكيد اكيد، لانه جوزيف احلى شيف بالدنيا عن جد، يلي ما دق اكل جوزيف ما دق شيء. ثانك يو هانيا. طبعا نحن مثل ما شفنا العجقه عند غاده، وبتصور انه رح تعجق اكثر واكثر. ندعيكم لانه تتوجهوا على مطرح ما موجود عالم الصباح بساحه مغدوشي وتشاركونا فرحه العيد باول نقل مباشر لنا.
خلينا نروح نحن وياكم بالبداية دايما مع كارمن والأبراج وبعدها بنعود للمتابعة. خليكم معنا. صباحكم بالخير. يوم السبت 20 كانون الأول ديسمبر، اليوم وبكرة آخر يومين هني بفصل الخريف، واليوم وبكرة القمر مرافقنا من برج ناري برج القوس، والأجواء رح بتكون حلوة بعطلة الأسبوع للأبراج النارية. عم نحكي عن القوس، الحمل، وأيضا برج الأسد. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع أول برج برج الحمل. حاول مولود برج الحمل تلحق حالك، الأمور يلي ما قدرت تخلصتها بفصل الخريف بعد عندك يومين لحتى تشهل فيها، بعدين رح تبدأ المسؤوليات الكبيرة. اليوم نهار جيد، مش بس اليوم، بكرة أيضا، وبيبقى المولود اللي عنده حظوظ كتير مهمة اليوم وبكرة 20 و21 أدار مارس. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بتودع فصل الخريف بشوية يمكن مسايرة ومجاملة، وكأنك عم تتكيف أكثر مع الظروف. يمكن هالثلاثين يوم كانوا شوي صعبين عليك، تخربطت عندك الأمور، واليوم مسموح لك أنك تعوض عن تأخير أو عن تراجع خاصة في العلاقات. وبعتبر المولود الأكثر حظا نسبيا هو مولود شهر نيسان أبريل. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء حاول ما تنزع كل الجهود اللي حطيتها وكل الشغل الحلو اللي حطيته بهالثلاثين يوم أو حتى تنقول بهالتسعين يوم. فصل الخريف نهايته منها هالقد ثابتة، منها هالقد مستقرة، فحاول ما تنزعها بآخر يومين. يعني المثل بيقول يا رايح كتر أبايح، بدك تنتبه منه وبدك تطول بالك كتير لأنه في شوية مشاكسات اليوم. والأقل حظا 21 و22 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان كل شيء وكأنه بيوقع عليك، الدنيا كلها بتحط كل الهموم عليك، المسؤوليات، الواجبات، العالم تتهرب منها، أنت بتلاقي حالك المسؤول عنها. على كل إن نظم جدول أعمالك لحتى يمرق النهار بشكل جيد. نهار متعب متطلب، بتحس حالك إنه ما عم بتلحق شغلة وحدة تقيلة واخدة منك كل الوقت. انتبه لصحتك أيضا. وبعتبر الأكثر تعبا رح بيكون 21 22 23 حزيران يونيو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد اليوم بعتبره رائع بالنسبة لك، الأجواء كتير حلوة، التأثيرات، الحظوظ مهمة جدا، دسمة جدا، بتخصصك فينا نقول بنوع معين من هالتأثيرات الحلوة يلي معقول كتير تفتح لك أو تفسح لك مجال، إن كان للمصالحة إن كان للتراجع إذا أنت بدك. المهم في عندك خطوة كتير حلوة بتساعدك لحتى تنجح، ترجع تضبط أوضاعك. وبعتبر المولود اللي عنده حظوظ رائعة ومهمة حاليا 23 24 تموز يوليو 14 ل16 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء بتكتر عليك الهموم والانشغالات والأفكار، هالأفكار السوداء أو المشاعر الغريبة العجيبة اللي بتخليك نوعا ما تحط علامات استفهام حول تصرف أحد الأشخاص. اليوم العيلة، اليوم أمورك الخاصة الشخصية هي الأكثر شيء بتشغلك، سواء بتشغلك لأنه أنت مبسوط فيها أو لأنك عتلان همها. وبعتبر المولود اللي عنده حظ أكثر من غيره هو 23 و24 آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان في حركة واسعة اليوم حلوة بتطالك، بتحطك تحت أجواء دافئة جيدة، بتعطيك شعبية، بتعطيك دعم، بتحس حالك عم تقدر فعلا أنك تقاوم كل الأشخاص والظروف الصعبة. اليوم نهار كتير مهم لحتى تكون أنت شخص فصيح عم تحكي عن اللي بدك إياه، وبالتالي نهار ناجح سواء بالامتحانات أو بأي لقاء. ويلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي 19 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بعتبر نهارك بيحمل مكاسب، بيحمل تركيز على الجيبة، على الحسابات المصرفية وغيرها. مولود برج العقرب ضروري تعطي لحالك قيمة، ضروري تعرف قيمتك أيضا، وضروري اليوم أنك تشتغل عليها. إذا حاول أو حسيت أنه في حدا عم بيجرب أنه يشد فيك نزول، ضروري أنك تكون بالمرصاد لأله. وبعتبر المولود اللي عنده أكثر شيء ضغوط حاليا هو مولود 21 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج القوس. مولود برج القوس مرة بالسنة بيكون القمر ببرجك حد شمسك، وبالتالي في دعم لإلك،
في قوة في اتخاذ القرارات، بتحس حالك انك فعلا قادر تعمل اللي بدك إيه، قادر انك تطبش الباب اذا بدك، لكن طبعا ما بننصح بهيدا الشيء. الاجواء بتطلب منك انك تشوف الامور بوضوح بمنطق بموضوعية وتاخذ خطوة. بدك تقرر على شيء جديد وحان الوقت لحتى تقرر عليه، وبعتبر الاكثر حظا 4 و5 ديسمبر كانون الاول. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي آخر يومين بفصل الخريف رح بيكونوا مزعجين، تقال بزهقوا بضجروا، ويمكن حتى تحس أنه في تراجع بالأرباح، تراجع بالمعطيات، تراجع بالعلاقات، وتراجع أيضا في الصحة. فانتبه مش بس اليوم، بكرة أيضا فتح عينيك ودينيك كتير منيح، خاصة على حجوزاتك. ولكن في بعض الحظوظ معقول الطال، 1-2-3 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار كتير حلو ومناسب جدا لحتى تحتفل بتغيير، تحتفل بتقدم، بتطور أو بخطوة، سواء كانت الخطوة لقدام لورا على جنب على الشمال على اليمين ما بتفرق، هنالك دعم لإلك وبتلمس هالدعم من قبل أصحاب زملاء أو حتى العيلة. ولكن كون حذر جدا، بعد عن السرعة المجازفة كليا. 1-2-3 شباط فبراير. وصلنا لبرج الحوت. مولود برج الحوت بتلاقي حالك باخر يومين بفصل الخريف عم تركض لتلحق، بحس حالك انك مضغوط، بحس حالك انه ليش اخواتك مش موجودين انت الموجود، ليش كل العالم كل الاهل بدهم منك، حتى بتحس حالك بالشغل انك مقصر او عم ينطلب منك اكثر من اللازم. طول بالك، نهار كتير كتير مهم، يلي محضر حاله معقول ينتقل إلى موقع أفضل، ولكن كون حذر، انتبه من التقصير والإهمال. 24-25 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، سنة كتير مهمة، بهيدي السنة في تغيير، في خطوة إلى الأمام إلى الأعلى. هيدي السنة معقول تقدم لك فرصة جديدة ومهمة، ضروري تعرف تحافظ عليها في حال وصلت لك. كانون الثاني يناير، أيار مايو أيلول سبتمبر أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي. ثانك يو كارمن. بدي اتشكر كل يلي عم يتواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك. شو اكبر فرحه لكم بالعيد. انا بتشكر كمان يلي عم يحطوا نحن فرحتهم، ومشاركتكم معنا عالم صباحي فرحتنا كمان لكل مشاهدين. انا بدي اقول لكم انه لكل المناطق اللبنانيه رح منزورها خلال هالاسبوع بعالم الصباح، رح نترافق بين استوديو وبين المناطق اللبنانيه مباشره، ونشوف اجواء العيد والهدايا اللي رح تتوزع بشكل كتير كبير، هدايا قيمه جدا لكل يلي بيزوروا موقع برنامج عالم الصباح. اليوم نحن بمنطقه مغدوشي مع غادة، يلي رح نشوف شو الأجواء عندها هونيكي. صباح الخير غادة، وينعاد على الجميع، وبوصيلي هون جميعا هيك، بعتيهم بوصيت لكل يلي يا جوزيف. بدي لبكرة بدي لبكرة حقيقة. جو كتير كتير حلو هون، إن شاء الله دايما كل أيامنا أعياد وكل أيامنا تكون حلوة. بعد شوي بس ينضم لإلي ميلاد، رح نبلش أنا وياه نوزع هدايا لكل، ما بعرف إذا للكل، ما حدا يزعل إذا ما طلع له، بس أهم شيء لأولاد بابا نويل على مهلك. ما تزعلي حدا حدا. قبل ما نبلش نوزع، في شغلة بدي الكل يسمعوني فيها منيح منيح منيح. في هدية كبيرة رح بتكون لأول شخص خلقان ب 25 كانون الأول، يلي عم بيسمعنا اول شخص بيوصل لعنا معه تذكرته اكيد، خلقان ب 25 كانون الاول رح يطلع له هديه كثير قيمه. معنا ساعه لحتى يجربوا انهم يوصلوا بهالوقت. خلينا ناخذ بريك كثير صغير ونرجع نلتقى، بيكون ميلاد انضم لنا.